بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة برضو هاخدكم في جولة كده في شارع 26 يوليو. أنا عندي مناسبة، فبالتالي كنت محتارة أشتري إيه وأشتري منين، أفصل ولا أشتري جاهز. حيرة طبعا كلنا بنقع فيها لما بنبقى عندنا مناسبة، أسعار الحاجة تزايدت قوي، كمان الأقمشة بقت سعرها بيعدي اقل سعر. عشان تجيبي فستان سواري محترم وتعمليه ب450، ده اول ابتداء، سعر فيه اعلى بكتير. فطبعا كل واحد بيبقى عارف هياخد كام متر قماش. فلفيت كذا محل، فمن اكتر المحلات بصراحة اللي لقيتها فيها مصداقية في الاسعار ومصداقية في العروض ومصداقية في الخامات، ده اسمه سنتر المنى في شارع 26 يوليو. هتلاقوه لو انت داخله من عند الشارع لناصيته الامريكان هيبقى على ايدك اليمين، لو انت جايه من العتبه هيبقى على ايدك الشمال. اسمه سنتر المنى، هو المحل دورين قدام جاد الناحيه التانية، محل كبير ما شاء الله. بس بصراحه سواء لبس الخروج او لبس السواريهات فيه عروض حلوه. انا حبيت اوريكم بس كده لفة في الباترينا. طبعا هنطلع فوق ونعمل نشوف بقى فساتين بتفاصيل، وهقول لكم اسعار، الاسعار يعني في متناول الجميع. انا بالنسبة لي كأحسن من انتي تفصلي كده. انا بقى طلعت فوق، طبعا انا وفرت ان انا اوريكم السلالم والكلام ده كله. هنا دي الفساتين اللي ممكن وزنها يتعد 70 كيلو. الفستان تقريبا كان عامل من 700 ل 900. طبعا هنا القطيفة مكتسحة السنة دي يا جماعة بألوان الزهري والأحمر زي ما انتم شايفينه، الأخضرات والزيتوني والفوشيا والتركواز. هنا كمان مجموعة تانية شيك جدا، ستايل مش يعني ولا أوفر قوي في ان هي تكون عريانة مثلا، ولا اوفر قوي ان هي تكون مقفله تخنقك، لان طبعا التطريز كمان بتاعه معقول. لازم في السواريهات لما باجي اختار وبروح مناسبه لازم كمان اراعي تقل الفستان، دي خطوه مهمه جدا، تقل الفستان. في هنا فساتين تصلح لكب الكتاب، في فساتين تصلح للخطوبه، بس انا طبعا عشان عندي مناسبه فمركزه مع السواريهات. الاحمر كمان السنه دي حلو جدا، وفي القطيفه درجاته حلوه. طبعا الكاميرا ظلمه الالوان، الالوان احلى من كده بكتير. هنا دي كده جزء السواريهات، كتب الكتاب، بصوا الاوف وايت يعني لاي عروسه كتب كتابها، الموديلات شيك جدا والسعر برضو في متناول الجميع. كبالنسبه لي احسن ما تروحي وتاجري او تروحي تشتري قماش وتفصلي. بصراحه الموضوع يعني انا مش ضد التفصيل، بس ممكن يطلع مش مظبوط. فبالتالي الجري ده حلو قوي، الاخضر ده اللون جديد، بس طبعا كل موديل بيختلف 180 درجة في اللبس. الابيض ده الستايل بتاعه والوانه حلوة قوي، بس طبعا كان ما شاء الله المكان انتم مش متخيلين ورايا عامل ازاي، كان زحمة جدا، فما فيش حد كان معايا طبعا يركز ويفرد، لان الموضوع ده بيحتاج الصبح بدري وانا رايحه طبعا في عز الساعه 7 كانت الدنيا زحمه جدا. في موديلات كمان نزل عليها خصم ونزل عليها سيل، وفي كمان السوليبتات، البنات اللي بتحب السوليبتات كمان كانت شيك قوي. ما شاء الله مجموعه كبيره في محل سنتر المنى في شارع 26 يوليو. دي تجربتي الشخصية، انا روحت المحل بنفسي. انا بحثت كمان زيكم على اليوتيوب، هناك بصوا الاخضر ده سلوبات زي ما انتوا شايفين كده، كمية من الفساتين سعرها معقول، وفي نفس الوقت الفينش والتفصيل والاسترس الكواليتي بتاعه على قد السعر ومناسب جدا. كمية كبيرة من شغل القطيفة، ألوانها مبهجة جدا. أنا طبعا كل ما ألف عشان طبعا أصور جزء، ما شاء الله المكان زي ما انتم شايفين كده، أنا حاولت أجيب لكم مساحة المكان، واسع جدا، يعتبر هو أكتر محل في شارع فؤاد أنا دخلته أسعاره والموديلات
المقاسات بصوا المجموعة دي بقى، اللون الزهري كمان كان حلو قوي، ما انتوا شايفين كده، دي حاجات كده نازل عليها سيل. بصوا هنا دي بقى حاجات الخطوبة المنفوشة، بس طبعا هنا مش باينة. كمان في جزء الستايل البدل الكلاسيك، الناس اللي بتحب التايرات البدل الكلاسيك. طبعا للاسف الاستراس كان بيعمل عاكس مع الكاميرا، بس انا حاولت اصور لكم اكتر مجموعة، يعني حاولت الف المحل كله عشان اوريكم كل الموديلات وكل الاذواق. كمان هتلاقي يعني لو انتي وبنتك ومامتك هتلاقي كل الاذواق، الستايل الكلاسيك بتاع البدلة او التاير او بتاع امهاتنا، بتاع الناس اللي بتحب الستايل الكلاسيك طبعا هم فاهمين هم بيلبسوا ايه هتلاقيه. بصوا هنا بقى الحاجات المنفوشة، حاولت على قد ما اقدر اجيب لكم الديزاين كله، موديلات والوان. السنه دي على فكره في السواريهات، عشان تبقي انت رايحه عارفه انت حابه تجيبي ايه، الالوان الفاتحه يعني البيبي بلو الفاتح، الاوف وايت، البيربر، الحاجات اللي هي تحسيها قريبه للابيض، عارفين كده اللي هو يعني ايه، ما بقاش فيه تقييد الاسود والكحلي والبني، الحاجات بتاعت زمان دي. الزيتي كمان مكتسح جدا، طبعا باختلاف بقى كل واحد على حسب الذوق. وهنا دي كانت مجموعة عليها سيل، كانت حلوة قوي بس مقاساتها صغيرة، يعني ممكن من حوالي كده 70 كيلو تقريبا كده، هتلاقي مقاس 70، ممكن تلاقي مقاس كبير. بس رجعني هنا تاني عشان اوريكو ستايل البدل المحل. بصراحة لو انتي عندك مناسبة هتلاقي فيه جميع الاذواق، انتي بنتك مامتك، يعني كل الاذواق هتلاقيها في محل سنتر المنى في شارع 26 يوليو، امام جادي الناحية التانية. ده العنوان كده بالتفصيل اقرب وصفة ليكي، يعني هو بعد جاد بحوالي محلين كده، بس جاد هيبقى لو انتي داخلة من اول 26 يوليو من عند دار القضاء العالي، جاد على الشمال، سنتر المنى على اليمين. انا لفيت في محلات كتير، الاسعار اوفر قوي، هو اسعاره معقولة، وكمان الموديلات اللي فيه شيك جدا وحلوة، وكمان التقفيل والفينش والتطريز مناسب للسعر، ويمكن كمان مش يعني الفينش اعلى كمان من السعر. انا خدتكم في جولة بسيطة كده للسواريهات، انا قلت لكم كل فترة هعمل معاكم جولة الحاجات اللي انتم محتاجينها عشان ما تتوهيش. لو انت بتحضري لمناسبة، عندك فرح، عايزة تجيبي حاجة، يبقى الموديلات عندك، وكل حاجة هقولها لكم. دي مجموعة الخطوبة حلوة جدا، بس طبعا الجبونة والحاجات دي بتفرق.